بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الاثنين 11 فيفري 2019، الساعة حوالي رانا وقت المغرب. في الحقيقة اليوم الصباح كي كنت رايحة نخرج من الدار تاعي متوجهة لمكان العمل، تفاجأت انه شي شكون جا توال الدار تاعي، وشيش ما كبولي توال الدار، توال الباب تاع الدار تاعي، توال العتبة، رشوا الباب ورشوا كما نقولوا احنا الارض، رشوها. ما فهمتش هذا اللي دار لي، اللي رش لي توال الباب ولا توال العتبة، ما فهمتش واش نهي. انا راني مطلقه، كون جيت متزوجه قال لك يديروا لي السحور باه يطلقوني، انا مطلقه صاي. راني نخدم على الاولاد، هذو يعتبروا وليداتي يعتبروا يتامى، راني نخدم على اليتامى. دوك هذا اللي دار السحور قصدوك ما نقولوا احنا نطيش خدمتي، ما فهمتش يعني كان طيش الخدمه تاعي انايا ووليداتي هذو منين رايحين يعيشوا؟ ما فهمتش انا هذا اللي جا كب لي الماء توال الباب تاعي ورش لي العتبه ورش لي الحيوط تاع الدار تاعي من برا، ما فهمتش شنو القصد تاعو. عايشه في حالي مع وليداتي، طالبه لهنا وراحت البال. هذا اللي معمر راسو بيا وراح وجاب وما على باليش واش دار وكب لي هذا، ما على باليش واش كب توال الباب تاع العتبه تاعي وتوال كيما نقولوا احنا رش الحيوط تاع الدار تاعي. مانيش فاهمه واش القصد تاعو. يحوسني نخرج مثلا نطلب في الطريق، يحوسني نطيش داري نهرب على وليداتي. مش فاهمه انا، نقول ربي يهدي ما خلق وربي باقي ستر. انا ما نديرش الاحتمالات هذو تاع واحد يحوس يخرب لي حياتي والله يهربني على داري وولادي والله نطيش خدمتي. انا ندير احتمال واحد اخر، نقول ان شاء الله هذا اللي دار لي السحور كاش ما واحد يحوس عليا وانا ما قبلتوش، راهو يدير لي في السحور باش نقبل بيه. ان شاء الله يكون هكذا. الله يبقي ستر، هذا ما نقول ان شاء الله ربي يبقي ستر برك. هذا مكان الله يبقي ستر. ناس طلعت للقمر، ناس ما نعرف وين وصلت في الثقافة تاعها، ناس راهي وين رايحة طلع النيفو في العقلية، وناس مازالت تدير في السحور ومازالت ترش في البيبان تاع الناس ومازال نفهم برك انا شكون هذا برك، شكون اللي معمر راسو وراح شقاع لي جالي وجا وكب وقتها كب وقتها كبها وقت الفجر. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله اللي يدير لي السحور هذا وكبوا لي توالي الباب، ان شاء الله نربح على السحور هذا، ان شاء الله تزيد تطلع داري اكثر واكثر، ان شاء الله ينجحوا لي وليداتي في القرايه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يعطيني ربي الحوايج اللي متمنيتها اكل، ان شاء الله ندير طوموبيل، ان شاء الله يا ربي يفتح لي في وجهي بيبان الخير، ان شاء الله يا ربي اللي يدير لي سحور وناوي لي الشر انت يا ربي قلبوا لي خير. ان شاء الله نبقى دائما مع وليداتي، وان شاء الله ربي يصلح لي الوليدات هذو، وان شاء الله تعمر داري بالخير وربي يثبت لي العقل ويا ربي بركو بقي ستر يا ربي يا ربي بقي ستر يا ربي يا ربي يا والحمد لله رب العالمين. وما خاب من استجار بالله. انا يا ربي راني في حمايتك انا ووليداتي، راني ماشيه بنيتي وعمري ما نويت الخدعه، راني في داري ناسيه الدنيا باللي فيها، ناكل ونشرب
طالبه لهنا هذا مكان، ويا ربي يكون معايا برك يا ربي يا ربي. دير لي من عندك جند سخرهم لي ليا يحميوني انا ووليداتي، ان شاء الله ما تقيسنا حتى حاجه يا رب العالمين يا رب. وصلت السلام على النبي والحمد لله رب العالمين.